الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي، وكل الشكر والتحية للسادة الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي حرصوا النهاردة يشاركونا فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المنعقد بمشيئة الله اليوم الجمعة 31/6/2022 للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. قبل ما نروح لتفاصيل مؤتمرنا النهاردة، عايزين نوجه الشكر للجهاز الفني السابق، أدى مهمته وأدى دوره على الوجه الأكمل. عايزين نشكر الكابتن سامي قمصان ومساعديه، تحمل المسؤولية في مرحلة انتقالية. والحقيقة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكورة، قبل ما يلتقي الجهاز الفني الجديد امبارح علشان يتسلم المهمة، كان حريص كل الحرص ان يوجه الشكر والتحية لكل من تحمل المسؤولية على مدار الفترة الماضية، وخاص بالتحية السيد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى اللي تم تكليفه بالإشراف على تدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين، الكابتن محمد شرف والكابتن عمر رشدي بعد انتهاء مهمتهم مع الفريق الأول ورجوعهم للعمل الأساسي في قطاع الناشئين، أيضا الدكتور عمرو محب اللي كان قائم بأعمال الترجمة في الجهاز الفني السابق، عاد مسؤولا عن إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات. كل الشكر والتحية لكل من ساهم في رفعة النادي الأهلي ذات يوم. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل وكواليس مؤتمرنا النهاردة، وخلونا في البداية نستمع إلى الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يحكي ويكشف كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السيد ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون. كابتن حسام غالي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم تاني في النادي الأهلي في مؤتمر تقديم المدرب الجديد ريكاردو سواريش والجهاز الفني والمعاون بتاعه. في البداية بعد ما الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط قررت التعاقد مع جهاز فني جديد، الكابتن الخطيب كلف لجنة ثلاثية للبحث عن مدرب مكونة من أنا عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التخطيط والأستاذ عمرو شاهين وأمير توفيق. جالنا اكتر من سي في، يعني جالنا سيفيات كتيره جدا، بدانا نتكلم مع مدربين كتير، عملنا اكتر من زوم كول مع مدربين مختلفين يعني من جنسيات مختلفه لغايه ما استقرينا على اربع مدربين، يعني كان ريكاردو طبعا من ضمنهم. وحطينا قبل الكلام ده كله حطينا معايير اختيار المدير الفني للنادي الاهلي، وكل المعايير دي انطبقت طبعا على ريكاردو سواريش. بدأنا نتكلم معاه، أمير في توفيق في الأول اتكلم معاه زوم ميتنج، والراجل أبدى رغبة في التعاقد مع نادي الأهلي. بعد كده عملنا كمان زوم ميتنج أنا وأمير وريكاردو، وآخر مقابلة كانت مع كابتن الخطيب ومستر ياسين منصور آخر زوم ميتنج، واستقرينا خلاص على ريكاردو سواريش والجهاز الفني بتاعه يبقى هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. بصراحة الراجل ما تعبناش في الأمور المادية أو التفاوض خالص، كان مرحب جدا وعنده رغبة شديدة إن هو يتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي، وعارف يعني إيه نادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وحجم جمهور النادي الأهلي في المنطقة كلها. كان مرن جدا في التعاقد،
وجاء وفعلا تم التعاقد وجاء مصر من يومين، قابل برضو مستر ياسين منصور كابتن الخطيب ويسر مستر ياسين منصور. احنا طبعا كلنا ثقة فيه وداعمين ليه بشكل كبير كمجلس إدارة في ظهره، وأتمنى طبعا جمهور النادي الأهلي يبقى داعم قوي ليه في الفترة اللي جاية. الراجل عارف حجم المسؤولية اللي هو فيها، وعنده طموح كبير انه يحقق نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق هو والجهاز الفني المعاون، ويحس ان هو في بلده تاني، يعني كلنا ان شاء الله معاونين ومساعدين ليه، واسيبه هو يقدم بقى الجهاز الفني بتاعه الجديد، وكل واحد وظيفته او مهمته ايه مع الفريق، وبرحب بيه وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في المرحله الجايه. شكرا كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بالتأكيد كابتن حسام فرس الرهان هو جمهور النادي الأهلي في المرحلة القادمة زي ما كان في المرحلة السابقة والمرحلة الحالية. جمهور الأهلي الداعم والسند الحقيقي للنادي في كل المواقف، إن شاء الله هيكون داعم للجهاز الفني ومستر ريكاردو سواريش في المرحلة اللي جاية علشان نحقق كل طموحات وأمال النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره. السيد ريكاردو سواريش يتفضل يقدم لنا نفسه وتشكيل الجهاز المعاون له والاختصاص الخاص بكل مسؤول في الجهاز المعاون. مساء الخير جميعا. قبل اي شيء بشكر حضوركم المؤتمر الصحفي. سعيد جدا انا في بلدكم من اجل ان امثل اكبر نادي في افريقيا. واكبر يعتبر من اكبر الانديه في العالم. هقدم الجهاز الفني. Vou começar por o Maurício Vaz. هبدأ بالمساعد ماوريسيو فاش. Vou dar uma pequena explicação do que cada deles faz. هشرح جزء بسيط عن وظيفة كل واحد وعن عمل كل واحد. Maurício é responsável por questões de organização e da parte física também dos atletas. مسؤول عن مسألة التنظيم العمل وعن الجزء البدني بالنسبة للاعبين. Raul Faria. في Raul. Analista do nosso jogar. محلل أداء لفريق النادي الأهلي. Responsável pelo melhoramento do talento individual dos atletas. مسؤول عن تحسين المهارات الفردية للاعبين. Pedro Guimarães. في بيدرو. Fisiologista. يعتبر فيسيولوجي. Responsável pela monitorização dos dados GPS e outras tecnologias. مسؤول عن متابعة البيانات والإحصائيات الخاصة بالجي بي إس عن طريق الأجهزة الحديثة Responsável também por prevenção de lesões. مسؤول برضو عن تمارين الوقاية من الإصابات. Entre outras. Paulo Lobo. بعدها في باول لوبو. Treinador dos guarda-redes. مدرب الحراس. Responsável por toda a metodologia dos guarda-redes. مسؤول عن كل جزء الحراسة المرمى. E responsável também por potenciar ao máximo a capacidade individual dos mesmos guarda-redes. ومسؤول كذلك عن رفع الكفاءة الفنية لكل حارس على حدة على شكل فردي. Luís Pedro. Analista do adversário. يعتبر أن لويس بيدرو هو محلل أداء للخصم. Ao nível nomeadamente das filmagens dos vídeos para que nós possamos ter conhecimento profundo sobre os nossos adversários. مسؤول عن مقاطع الفيديو وعن المقاطع اللي هي بتصور بشكل جيد ايه هي الفريق الخصم اللي احنا هنلعبه. سام. بعد كده في سامي.
antes de mais, agradecer ao Sam pelo grande contributo que tem feito pela equipa. بنشكر قبل اي شيء الكابتن سامي على كل المجهود اللي عمله للفريق. Pelo excelente trabalho que fez neste período em que tomou conta da equipa. إن هو في الوقت ده قدر ان هو يقدر يمسك الفريق. Tem sido importante na nossa mais rápida integração. طبعا مهم جدا بالنسبه لنا عشان يخلينا نقدر نمسك زمام الامور بشكل قوي. E certamente será muito importante na nossa equipa técnica. وهيكون لي دور كبير ان شاء الله مهم في الجهاز الفني. Não só para a nossa adaptação ser mais rápida. مش حتى بس هي مساله توافق بس ان احنا نتوافق مع النادي او نتوافق مع الظروف، لا. Mas também pelos conhecimentos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. ولكن برضه عن طريق الخبره اللي عنده من الافكار الفنيه والافكار البدنيه والمعلومات اللي هو حاصل منها عن الفريق. Esta é o meu staff, a minha equipa técnica. هي دي تعتبر يعني الجهاز الفني للمدرب الجديد. الحقيقه هو اتكلم عن جهاز المعاون بس لسه ما اتكلمناش عن انطباعه وتوليه مسؤوليه النادي الاهلي. وسيجا فالو ده كوستو تكنيكا مازنو فالو دي سو امبرساو دي فيراتي انترينر دي انترينر واحد. Sei da responsabilidade que é treinar o Ali. أعلم جيدا يعني ما هي مقدار المسؤولية إن أنا أدرب فريق زي الأهلي. Mas prefiro começar por agradecer a confiança que a direção teve em mim e na minha equipa técnica. وأشكر قبل أي شيء الثقة اللي أعطتها الإدارة فيا وفي الجهاز الفني. E vamos, eu juntamente com a minha equipa técnica, retribuir com muita disciplina, muito rigor, muita determinação, muita ambição e compromisso. وسوف نظل انا والجهاز الفني دائما ندعم النادي الاهلي بطموح عالي بالتزام عالي بوضع كل شيء نقدر ان احنا نقدمه للنادي الاهلي. Estou muito feliz por estar cá para representar o melhor clube da África. سعيد جدا بوجودي هنا واني امثل اكبر نادي في افريقيا. A partir de agora vamos iniciar uma nova era. من اول دلوقتي ان شاء الله هنبدا تاريخ جديد او حقبه جديده في تاريخ النادي. E estou certo que todos juntos seremos muito fortes e vamos acrescentar mais títulos a um grande clube, a um clube que por si só já é dos melhores do mundo. أعلم جيدا إن احنا إن شاء الله جميعا مع بعض نقدر إن احنا نحقق حاجات كبيرة جدا بالنسبة للنادي. نادي اوريدي يعني حقق أشياء كبيرة ويعتبر من أكبر أندية العالم دلوقتي، ولكن احنا جميعا نقدر نحقق مع بعض حاجات أكتر. Sei que além de um grande clube que vou representar, também vamos representar uma massa adepta absolutamente incrível. عارف كذلك ان انا غير اني علاوه اني بمثل النادي الاهلي ولكن برضه بمثل طبقه جماهيريه عريضه للنادي الاهلي. Tem uma paixão enorme por o clube. كلهم بيدعموا النادي وبيعشقوا اسم النادي الاهلي. Apoiam incansavelmente a equipe e os jogadores. وبيدعموا على طول الفريق والنادي. Contamos com o vosso apoio. نعتمد على دعمكم. Ninguém vai estar acima do Ali. لا احد فوق الاهلي، الاهلي فوق الجميع. A partir de hoje os meus jogadores vão deixar a pele em campo para vencer. من اول اليوم اقدر اقول ان لاعبين النادي الاهلي سوف يضعون كل شيء يعني حتى روحه او جسمه في الملعب من اجل الفوز. E queremos também ter qualidade de jogo, criar uma identidade muito própria para o Ali. وكذلك نسعى برضو ان احنا يبقى في كفاءه فنيه عاليه في المباراه من يبقى في شخصيه مميزه لفريق نادي الاهلي في اللعب. É um grande desafio para nós. يعتبر تحدي كبير جدا بالنسبه لنا. بالامس الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان يلتقي الجهاز الفني بالكامل في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره ولجنه التخطيط المتمثله في الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، وكان في ترتيب لكافة الأمور في المرحلة القادمة. أكيد كواليس هذه الجلسة
واللقاء الأول بين أعضاء الجهاز الفني بالكامل عند الكابتن سيد عبد الحفيظ. تفضل يا كابتن سيد. على طول. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين. بشكر طبعا تواجدكم هنا وحضوركم للمؤتمر الصحفي لمستر ريكاردو والجهاز المعاون كابتن حسام غالي. يمكن اللي أشار إليه الأستاذ جمال هي صفحة جديدة، كان كابتن خطيب ولجنة التخطيط كانت حريصة إن احنا نتواصل، ما حدش في النادي الأهلي بيبدأ من الصفر، كل بيجي يكمل على اللي قبله. بأكد على الشكر والتقدير للجهاز الفني السابق بقيادة بيتس موسوماني، عمل شغل كويس جدا في فترة كانت قليلة برضو مش كبيرة، لكن قدر إنه يحقق فيها بطولات. بشكر ميشيل وعمر وشرف وعمر، كلهم قدوا ما عليهم. فيما يخص الاجتماع بتاع امبارح، اعتقد ان هو اجتماع يعني بتاكد بس على سياساته وتاكد على بنود بتتوارثها الاجيال ومن مرحله لمرحله. كل اللي اتقال امبارح هي صفحه جديده في تاريخ النادي الاهلي بنظامه ومبادئه واسسه، ان شاء الله الرحمن باذن الله ننجح فيها. أساس أي نجاح في الدنيا كله هو انضباط والتزام، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيجي بعد كده. يعني كل اللي اتأكد امبارح في القعدة بتاعت لجنة التخطيط وكابتن الخطيب والجهاز الفني بقيادة ريكاردو كانت كلها عبارة عن إن احنا بنحط نظم وبنحط أسس وبنحط لوائح، لكن كل واحد بيبقى له الدور بتاعه. أنت هيبقى ليك كل الاختصاصات وكل الأمور وكل الآراء اللي تخدم الفرقة أو أي حاجة ممكن نساعد فيها، فاحنا بنساعد معاك يعني. بتمنى له النجاح، وانا عارف ان شاء الرحمن باذن الله كان طبع اول ان هو هينجح ان شاء الله. كل الفريق اللي معاه ده احنا بيت واحد وعمل واحد، ان شاء الرحمن باذن الله نحقق اهدافنا اللي بيتمثل في سعاده وفرحه جماهير النادي الاهلي كلها يعني. بس شكرا كابتن سراب حفيظ. احنا هنحاول نرد على معظم الاسئله اللي جاتنا من حضراتكم، ولو في اي حد عنده اي تساؤل اخر ممكن يبعته لنا. في السؤال الأول موجه للكابتن حسام غالي، بس واحد من الزملاء عايز يعرف مدة التعاقد الخاصة بالجهاز الفني الجديد، وهل هو يتولى المسؤولية ابتداء من مباراة بكرة مع بتروجيت في الكاس ولا في المباراة اللي بعدها؟ هي مدة التعاقد مع ريكاردو سواريز والجهاز الفني كسنتين وتكملة الموسم ده، يعني تقريبا سنتين ونص، وان شاء الله يتولى مسؤوليه ماتش سموحه بكره ان شاء الله، واتمنى له التوفيق. سوري بيتروجيت، اتمنى له التوفيق واتمنى للنادي الاهلي كله التوفيق ان شاء الله. السؤال للسيد ريكاردو سواريز، احد الزملاء بيسال حضرتك عن انطباعك الاولي لما دخلت من بوابه النادي الاهلي والتقيت اعضاء النادي، انت شعرت بيه؟ Eu antes de vir representar o Ali, tive o cuidado de me informar com pessoas que conhecem muito bem o Ali. Eu próprio também já conheci o Ali. O Ali é conhecido no mundo inteiro. O Nadi Al-Ahli, طبعا نادي معروف على المستوى العالم، والمدرب بيقول قبل ما اوصل هنا عشان امسك النادي الاهلي اكيد سعيت ان انا يبقى في معلومات عندي، وأحاول أسأل برضو من الناس اللي هم يعرفوا النادي الأهلي واشتغلوا مع النادي الأهلي. صحيح إن الوقت ما كانش كبير جدا بالنسبة للمدرب. كان يمكن قلقي الوحيد هو إن أنا أتفهم ما هي الثقافة المصرية. طبعاً كيش شافير أو برمنور a grandeza do Ali ao nível dos títulos. حاولت برضو اعرف ايه هي الحاجات البسيطه جدا عن النادي الاهلي، وخاصه فيما البطولات، ما يخص البطولات ويخص كل الالقاب اللي حصلها النادي قبل كده من قبل. Depois liguei a uma lenda do clube que já passou por cá e teve muito sucesso, que é meu amigo, é português, e ele detalhou-me muitas coisas sobre o clube. واتصلت على أسطورة برتغالية عملت هنا في النادي الأهلي وأعطاني معلومات جيدة جدا عن النادي. مانويل جوزيه. المدرب مانويل جوزيه. Uma referência para mim. كان
يعتبر كانت إشارة جيدة جدا بالنسبة للمدرب. Era treinador que me influenciava positivamente naquilo que eu queria e pretendia para a minha carreira. المدرب مانو جوزي أعطى أفكار ومعلومات تعتبر كلها إيجابية للأشياء اللي بيطمح ليها المدرب وبيحاول إن هو يحققها في مستقبله الكروي. Foi muito feliz cá e deu-me as melhores referências do clube. كنت طبعا مبسوط جدا من ان هو مانو جوزيه كان مبسوط جدا من ان المدرب يجي يمسك النادي الاهلي واعطى معلومات جيده جدا عن النادي. As impressões são as melhores, dá para perceber que é um clube muito grande, uma dimensão tremenda. طبعا الانطباعات للمدرب بيقول انطباعات كبيره جدا بتديني فكره قد ايه حجم النادي الاهلي وقد ايه عظمه النادي. Sabemos que é uma grande responsabilidade para nós representar um clube tão grande. طبعا يعلم جيدا ان هي هتبقى مسؤوليه كبيره جدا عليه ازاي هيمثل نادي بالحجم ده ونادي طموحاته كبيره. Mas estamos convictos que vamos acrescentar ainda mais títulos a um clube que por si já tem muitos títulos. وهدفنا ان شاء الله ان احنا نزود القاب لنادي نادي الاهلي اللي هو حصد اوريدي القاب كثيره ولكن هدفنا ان احنا نحصد القاب زياده. Sabemos que é um grande desafio para nós. مع العلم طبعا ان ده هيكون تحدي كبير جدا بالنسبه للمدرب. Mas também queremos jogar bem, queremos vencer, mas com futebol de qualidade. اكيد طبعا ان احنا عايزين نلعب كره قدم جيده، اهم شيء ان احنا نفوز ولكن مع كره قدم جيده. Como devem compreender, طبعا زي ما كل الناس بتتفهم. Eu fiz o meu trabalho de casa juntamente com a minha equipa. انا اشتغلت مع الجهاز الفني في البرتغال في بلدي. Já tenho um conhecimento daquilo que é a globalidade da equipa em termos de equipa no jogo. وعارف برضو يعني ايه هي مسؤولية او شكل النادي اثناء المباراة. Mas só vou ter toda a informação depois de estar cá dentro e depois de estar com eles. ولكن هتكون المعلومات بالنسبة لي اكتر بكتير من بعد ما وصلت النادي وتعاملت مع الناس وابتديت اكون معاهم. Mas sei qual é o caminho que devemos seguir. ولكن اعلم جيدا ايه هو الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه. Yes, caminho tem que ser vitórias. الطريق لازم يكون كله futebol de grande qualidade. الفوز مع كرة قدم على مستوى عالي. Se somos o melhor clube da África. لو احنا افضل نادي في افريقيا. Temos que ser melhores. لازم نكون احنا دايما الافضل. Queremos uma grande família cá. محتاجين ان هي تكون اسرة كبيرة هنا. Porque sabemos da importância que é ter uma grande família. para conquistar títulos e fazermos coisas importantes no clube. لأننا نعلم جيدا هي أهمية إن احنا يكون أسرة كبيرة عشان نقدر نشتغل ونحقق ألقاب مهمة وأشياء مهمة بالنسبة للنادي. سؤال أيضا للسيد ريكاردو سواريز في أحد الزملاء بيسأل أبرز النقاط اللي اتكلم معاك فيها الكابتن محمود الخطيب في رئيس النادي في اجتماع الأمس. O presidente tivemos uma conversa de boas-vindas e deu-me a conhecer o projeto que ele tinha. Foi uma das coisas que me fez vir para cá. طبعا السيادة الرئيس أمس امبارح مع المدرب كان أول حاجة بيرحب بيه وكان بيعرفه إيه هي الاستراتيجية بتاعة النادي وإيه هي الهدف بتاع النادي والمشروع بتاعه من حضور المدرب هنا. Elucidou-me sobre alguns pontos importantes para termos sucesso. وأكد على بعض النقاط المهمة اللي هي هتساعد في النجاح إن شاء الله. Estamos aqui para servir o Ali. كلنا موجودين هنا عشان نخدم النادي الأهلي. سؤال آخر أيضا في أحد الزملاء بيسأل أنت كنت حريص تستعين بأحد المسؤولين مسؤول فيسيولوجي في الطاقم الجهاز المعاون. عايزين نعرف توضيح لدوره بالظبط مع الفريق. O fisiologista, o Pedro, Pedro Guimarães. المسؤول الفسيولوجي اللي هو بيدرو غيمارينش. Mais detalhadamente, eu vou explicar. أشرح بشكل أكثر تفصيلا. Responsável pela monitorização dos dados GPS e outros e outra tecnologia. مسؤول أول حاجة عن تحليل بيانات الجي بي إس وأي حاجة من التكنولوجيا الجديدة اللي بنستخدمها في كرة القدم. Quantos quilômetros correu?
عدد الكيلومترات اللي بيجريها اللاعب. intensidade foi ajustada. لو حتى الشدة في الجري كانت هي الشدة المطلوبة للمباراة ولا لا. Se o jogador está no caminho certo para irmos buscar toda a sua potencialidade ou se podemos fazer trabalhos complementares e ele é especialista em treino individual de fortalecimento de determinadas componentes musculares. ومسألة إن اللاعب لو هو ماشي في الطريق الصحيح من أجل إن إحنا نقدر ناخد منه أكثر أداء صحيح ولا اللاعب بيحتاج إلى بعض التمارين الإضافية من أجل تقوية بعض العضلات أو بعض الكتلة العضلية عند اللاعب من أجل إن إحنا ناخد من اللاعب أو نقدر يكون الأداء أكثر. No fundo para potenciar fisicamente o jogador. أساسا إن إحنا نقوي اللاعب بدنيا. individualmente para que ele possa ser cada vez melhor. كذلك بشكل فردي على أساس إن اللاعب بشكل فردي يبقى كل مرة أفضل. Além de trabalhar e ser treinador adjunto no campo. كذلك دوره موجود في الملعب كمدرب مساعد. Estas são as tarefas mais importantes que ele tem na equipa técnica. ويعتبر هي دي أهم حاجة إحنا بنركز عليها بالنسبة له في الجهاز الفني. Logicamente que tudo isto tudo isto vai dar a propósito. بس أكيد طبعا كل ده هيبقى دي في الآخر سبب. Que o jogador seja cada vez melhor individualmente. إن اللاعب يكون كل مرة أفضل على المستوى الفردي. Para que tenha o menos lesões possíveis. والسبب من كده برضه أو الهدف من كده إن يكون الإصابات تكون بشكل أقل. Pois sabemos a importância que é ter os jogadores todos aptos para jogar. وطبعا عارفين أهمية إن يكون اللاعبين جاهزين كلهم من أجل المباراة. Porque as equipas só são melhores com jogadores melhores. لأن الفريق بيبقى شكله أفضل وقت ما بيكون اللاعبين أفضل. السؤال اللي بعده في أحد الزملاء بيسأل النادي الأهلي بيخوض سلسلة من المباريات المضغوطة إلى نهاية الموسم. إزاي هيتعامل مع هذه الحالة خاصة إن في مواسم متلاحمة بقى لنا يمكن ثلاث مواسم على التوالي. Esta é uma pergunta interessante. Eu comecei por dizer que nós queremos vencer, mas não queremos vencer a qualquer custo, queremos jogar bem. المدرب طبعا بيقول ان احنا هدفنا الاساسي ان احنا جايين عشان عايزين نفوز ولكن برضو مع الفوز لازم نكون بنلعب كويس. Já expliquei à direção do clube. انا شرحت لاداره النادي. Que para termos uma identidade ali. عشان يبقى في شخصيه مميزه لفريق النادي. Para termos um futebol de qualidade. ويكون كرة قدم على مستوى عالي من فريق الاهلي. Há conjunto de valores. في حاجات كتيره جدا وقيم كتيره جدا. Têm que estar enraizados na equipa. في حاجات كتيرة جدا لازم احنا نحاول نضيفها ونأكدها مع الفريق. Para podermos jogar futebol de grande qualidade, عشان نقدر احنا نلعب كرة قدم على مستوى عالي. Precisamos de treino, metodologia de treino. محتاجين ان احنا يبقى في افكار بنوصلها للاعبين من التمارين. Porque o processo, لان العملية, o processo de nós jogar bem, ان احنا عشان نلعب كويس, requer treino. Treino constante, repetição. لازم يبقى في تمرين مستقر وعلى طول التمرين بيحصل فيه اعادات للحاجات اللي بيحاول يحطها المدرب ويضيفها مع اللاعبين. Mas nós estamos no Ali e temos que vencer. بس احنا اول حاجه موجودين في النادي الاهلي ولازم نفوز. A dimensão do Ali obriga-nos a vencer. حجم النادي الاهلي يرغمنا او يفرض علينا ان احنا لازم نفوز. O nosso compromisso tem que ser com a vitória. الوعد بتاعنا او الالتزام بتاعنا الاساسي ان احنا اول حاجه نفوز. E no futuro iremos jogar muito melhor do que vamos iniciar. واكيد مستقبلا هنلعب بشكل افضل جدا من البدايه اللي هنبدا بيها. O processo natural العمليه الطبيعيه será progressivo. هيكون طبعا في ان احنا عمليه تطور. Passo a passo. بس خطوة خطوة. Porque queremos uma identidade que se prolongue no tempo para conquistar vitórias atrás de vitórias e não uma vitória esporádica. نحتاج ان احنا طبعا
يبقى في شخصية مميزة للفريق من أجل أن هو يبقى داخل كل المباريات من أجل الفوز، ما يبقاش هي الفوز مرة وخلاص. لو طبعا في أوقات أكتر من التمارين أكيد التطور ده كان هيكون بشكل أسرع بكتير. Portanto, a nossa função é vencer e cada vez mais jogarmos melhor. ولكن الوظيفة بتاعتنا إن إحنا أول حاجة نفوز وبعد كده مع الفوز كل مرة نلعب أو نقدم بشكل أفضل. Queremos vencer, mas também temos também queremos qualidade no trabalho. أكيد إن إحنا عايزين نفوز بس عايزين برضو إن إحنا الشغل بتاعنا أو الكرة بتاعتنا تبقى كرة فيها كفاءة فنية عالية جدا. السؤال اللي بعد كده، في احد الزملاء بيسال هل هو تابع بعض مباريات الاهلي في الفتره اللي فاتت وايه انطباعه عن فريق الاهلي اذا كان شاف بعض المباريات. A partir do momento que eu fui abordado pelo Ali que começamos a conversar com o Ali من اول لحظه المدرب بيقول ابتدينا نتكلم فيها مع النادي الاهلي اي كيو بودريا سير ان دوز سكوليتس بارا ريبريزنتار ان كلوب تان جراند واني ممكن اكون انا احد الاختيارات اني امثل نادي كبير بهذا الحجم كاو اوبجيكتيفو دي تودز ترينادورز ريبريزنتار والي وهدف لكل المدربين ان هم يمثلوا النادي الاهلي يو تيبو كويدادو دي de analisar o Ali juntamente com a minha equipa técnica muito antes de saber poderia ser escolhido. بدأت أنا والجهاز الفني إن إحنا نحلل مباريات النادي الأهلي ونطلع على فريق النادي الأهلي حتى بدون إن إحنا نعرف سواء هيختارونا للفريق أو لا. Analisamos quatro jogos, que foi o tempo a partir do momento que eu fui convidado. قدرنا إن إحنا نحلل أربع مباريات من الوقت اللي أنا استلمت فيه الدعوة إن أنا ممكن أجي أدرب فيها النادي الأهلي. Convidado para o Zoom, ok? كانت حتى الدعوة من خلال الزوم. Ok. Não sabia se eu vinha para cá. ما كنتش عارف إن أنا هقدر هوصل هنا ولا لا. Mas já estávamos a querer conhecimento forte sobre a equipa do Ali. بس كنت خلاص عايز اعرف معلومات كتيره جدا ومعلومات قويه عن النادي الاهلي. كيكو وش بوست ديزيد والي. والي هي اون ايكيبا اون ايكيبا بو تكنيكامنت بون جوغادورز. اللي اقدر اقوله عن فريق الاهلي ان فريق الاهلي فيه لاعبين جيدين جدا فنيا قوي جدا. نيست انالس ديو بيرسيفير كي ها اون سيميلانسا جراند انتر او جوغادور ايجيبسيو و جوغادور بورتوغيز. وقدرت كان واضح بالنسبه لي افهم ان في تشابه كبير ما بين اللاعب المصري واللاعب البرتغالي. جوغادورز تكنيكامنت باستانت ايفولويدز. اللاعبين على المستوى الفني متطورين جدا. جوغادورز انتليجنتس. لاعبين على مستوى ذكاء. بينسون بين جوغ انتندن بين جوغ. بيفهم جدا ايه هي مجريات المباراه وبيقدر يفكر كويس اثناء المباراه. بارسيوم كي بريسيزامز دو ميليورار الدسيبلينا. كان واضح طبعا او حسيت ان احنا محتاجين ان احنا نزود شويه الالتزام. برلونجار اسا ديسيبلينا بيلو جوغو. ونحاول برضو ان احنا نطول من الالتزام ده من المباريات. بين اورجانيزاتوس بون بو كواليداد جوغو 5 10 15 20 30 40 مينوتس. وان احنا نكون منظمين على قد ما نقدر اثناء المباراه مع لعب كويس سواء مثلا من 20 30 40 50 على حسب الدقائق اللي احنا بنقدر نزودها. مزام ديدا كي او جوغو دو كوريا كوانتو مايز افانسافا سنتي كي ايكيبا برديا الغوما كونسنتراسيون اي الغوم فوك. ولكن حسيت ان الفريق مع مجريات المباراه ومع مرور الوقت بيحصل في مع مجريات المباراه بيبتدي يقل التركيز شويه ويقل الالتزام. مش نو اسينسيال اي اون ايكيبا كون كواليداد. ودي تعتبر حاجة عادية في فريق في كفاءات فنية. Foi uma das razões de nós virmos para cá. Foi. كان سبب الأسباب اللي أنا جيت بسببها هنا. Foi eu sentir juntamente com a minha equipa técnica que tínhamos jogadores com capacidade.
para poder desenvolver um bom trabalho. حسيت أنا والجهاز الفني اللي عندي إن في لاعبين على مستوى فني كويس جدا يقدر يطور بيها العمل ده. Porque em relação a as condições que o clube oferece aos treinadores, لأن الحمد لله الظروف أو الأجواء اللي بيقدر يوفرها النادي بالنسبة للمدرب تكون هي أفضل حاجة. سؤال برضو آخر من أحد الزملاء بيسأل جمهور الأهلي عادة ما بيقبلش غير الفوز، هل ده ممكن يمثل نوع من أنواع الضغط عليه في المرحلة اللي جاية؟ treinador que não conseguir jogar sob pressão não pode ser treinador. المدرب اللي ما بيقدرش يلعب مع وجود الضغط ما ينفعش انه يكون مدرب. Só existe pressão porque isto é o Ali, é o melhor clube da África. اكيد احنا عارفين ان في ضغط دائم لان ده النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. Uma pressão natural de uma equipa que quer ganhar todos os jogos. ضغط طبيعي جدا لفريق بيسعى للفوز في كل المباريات. Nós estamos cá para fazer tudo para ganhar todos os jogos. احنا موجودين هنا عشان نعمل كل شيء من اجل ان احنا نفوز كل المباريات. A pressão logicamente tem que ser para mim e eu estou preparado para ela. الضغط اكيد هيكون متوجه عليا وانا جاهز للضغط ده. Faz parte do meu trabalho. جزء من جانب العمل عندي. E vocês têm o vosso. واكيد برضو في الجزء بتاعكم. Importante é que nós viemos cá para vencer. المهم ان احنا جينا هنا من اجل الفوز. Nós não viemos brincar. ما جيناش هنا عشان نهزر. Nós viemos cá para vencer. جايين هنا عشان نفوز. Nós só pensamos em vencer. بنفكر بس في الفوز. سؤال من احد الزملاء بيسال طموح حضرتك مع النادي الاهلي واهم التحديات اللي جايه من وجهه نظرك. O que é que nos pode prejudicar? Não, a sua impressão. Qual é as ambições que você tem com o Arte? Tem-se ter alguma coisa que você acha que é um desafio grande? Sim. O maior desafio que nós temos cá. O maior desafio que nós temos cá. É que nós temos a ambição de jogar em todos os jogos melhor que os nossos adversários. طموحنا ان احنا نلعب في كل المباريات افضل من الخصم اللي بيلعب امامنا في المباراه. Mas como vamos jogar 3 em 3 dias. ولكن احنا عشان هنلعب من 3 ايام ل 3 ايام المباراه. Vai atrasar o processo. اكيد ده هيأخر شويه التحسن. E nós queremos que os nossos adeptos gostem de ver a equipa jogar. ولكن هدفنا ان الجماهير تسعد بان هي تشوف فريق النادي الاهلي بيلعب كره في الملعب. Mas todos nós sabemos que a vitória é a coisa mais importante. ولكن نعلم جيدا ان الفوز هو اهم شيء لينا وللجماهير. Sei que ainda não posso pedir nada. Sei que não posso pedir nada a vocês. عارف طبعا ان انا دلوقتي لسه ما اقدرش اطلب منكم اي حاجه. Só agora cheguei nada fiz. لسه انا واصل ولسه ما عملتش اي شيء. E nós vamos provar dentro do campo aquilo que estamos a falar. احنا هنشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده ان شاء الله داخل الملعب اكثر من الكلمات اللي احنا هنقولها. سؤال اخير كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي. Os nossos adeptos são fervorosos, apaixonantes, vibram muito com a equipa. جماهيرنا تعتبر جماهير عاشقة داعمة دائما بتتابع فريق النادي الأهلي. Lamento que eles não possam estar no estádio a apoiar a equipa. شيء بيزعلني ان هم يمكن ما بيقدروش يحضروا عشان يدعموا الفريق في الملعب. No número que normalmente eles estão presentes. على الرقم اللي هو بيبقى حاضر في الملعب يعتبر الجمهور. Mas nós acreditamos que vamos ter sucesso no clube e vamos ter o privilégio de ter os nossos adeptos a encher o nosso estádio daqui por algum tempo. ولكن احنا بنعدكم ان احنا ان شاء الله
هنأدي شيء جيد جدا، وان ان شاء الله في القريب العاجل هيكون جماهير النادي الاهلي موجوده وماليه الاستاد في المباريات. Também sabemos quando não ganhamos. وعارف طبعا ان انا وقت ما مش هكونش não ficam felizes. اكيد الجماهير مش هتكون مبسوطه. O nosso objetivo da equipa técnica هدفنا كجهاز فني é colocar os nossos adeptos felizes com a equipa. نسعد الجماهير بالفريق النادي الاهلي. O tal pedido que falei há um bocado é um bocadinho de compreensão para dar algum tempo para jogarmos melhor, porque ganhar nós vamos fazer tudo para ganhar. ويمكن كان كلام المدرب في الوقت السابق كله ان يبقى في تفهم وتضامن مع فكره المدرب ان احنا ان شاء الله بنفوز، ولكن عشان نحسن مستوى اللعب محتاجين وقت. بنستأذن حضراتكم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن سارب حفيظ مدير جهاز الكرة، فضل إهداء تيشيرت النادي الأهلي السيد ريكاردو سواريش. سادة الجهاز المعاون اتفضلوا. نلتزم الأماكن بعد إذن حضراتكم. بالتوفيق للسيد ريكاردو سواريش وجهازه المعاون لتحقيق طموحات وامال النادي الاهلي وجمهوره. كل الشكر والتحيه للزملاء الافاضل اللي شاركونا فعاليات هذا المؤتمر، والى اللقاء في مؤتمرات اخرى ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.